هل يصح للكفيل التنازل عن العاملة للغير مقابل مبلغ مالي قد يدفعه الكفيل الجديد وقد تدفعه العاملة؟ هذا السؤال معناه أن الكفيل يريد أن يتنازل عن عاملته تلك أو عن أي عامل، قد تكون عاملة في البيت، قد يكون عاملا في مزرعة، يريد أن يتنازل عنه لغيره، جاء الغير يطلب هذا الكفيل. هنا صورتان، إما أن يكون الكفيل الجديد هو الذي يدفع هذا العوض، وإما أن تكون العاملة هي التي تدفع. إن جاءت العاملة إلى الكفيل وقالت له إنني أريد أن أنتقل إلى كفالة شخص آخر للعمل عند شخص آخر، فاشترط عليها أن تدفع له مالا معينا عوضا وتراضوا على ذلك، فلا حرج بإذن الله تعالى، لأن من حق هذا الإنسان الذي ناله بجهده وتعبه وبدفعه للأموال حينما وصل إلى هذه العاملة، وقد تكون فيها من المزايا ما لا يوجد في غيرها، لذلك وحينما يأتي بغيرها قد يتعرض لتعب لا يعلم التي تأتي إليه، ما هي نفسيتها، ما هي طباعها، وما هو التزامها أيضا، لذلك إذا يفوته شيء من حقه، ما دام يفوته شيء من حقه فإذا هذا الحق حق مالي يمكن للإنسان أن يعوض عنه، فإما أن تدفعه هي وإما أن يدفعه الكفيل الجديد، لأن الكفيل الجديد حينما يدفع هذا المال إنما يدفعه في مقابل خدمة سيحصل عليها، وهو لم يتعب نفسه في الاختيار وفي البحث أول الأمر، إذن من حقه أو له أن يدفع مالا لأجل الحصول على هذه الخدمة، ولا يظهر في ذلك حرج، والله تعالى أعلم.